أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رئاسيا بالعفو عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم. جاء ذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة. كما قررت إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم. والحقيقة صحيح السيد وزير الداخلية كنت بتكلم معاه فقال لي خرجوا النهاردة بمعززين مكرمين، هم 85 غارمة وحتى الغارمين. وممكن من فضلك الميكروفون لو سمحت، أنا بس عايزك تطمنهم يعني على الإجراءات اللي تفضل. هو حضرتك تفضلت بإصدار قرار بالعفو عن جميع الغارمين والغارمات اللي موجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وهم عددهم 85 شخص، 40 سيدة و45 رجل، باعتبار ان الرجل رب الاسره ايضا، يعني حضرتك تفضلت بالعفو عنهم. وتم فعلا تنفيذ القرار، وتم كمان حضرتك تفضلت بانه يكون في مساعده لتغطيه. المساعده من عندك انت يا محمود، انت اللي المساعده من وزاره الداخليه. لا يا فندم، لا من عندك توجيه حضرتك فندم. لا لا صحيح، المساعده من عندك انت تفضل. مساعده للمخرج عنهم حضرتك لتغطيه مصاريف شهر رمضان الكريم. كل سنه وانتم طيبين.